وكما قلت المسيح عليه الصلاة والسلام أيضاً لم يكن بدعاً من الرسل، وإنما جاء بهذه الدعوة، دعوة الإيمان ودعوة الإسلام، وعلى ذلك سار حواريوه المحيطون به. أما ما يمكن أن يتساءل عنه البعض من البدع التي أحدثت في هذا الدين، فإنما هي بدع أحدثت بعد المسيح عليه الصلاة والسلام، وحاشاه أن يدعو إلى مثل تلك البدع كعقيدة التثليث، وهو عده إلها مع المولى سبحانه وتعالى. فهذه العقيدة لم تكن في عهد المسيح عليه الصلاة والسلام، وإن كان المسيح عليه الصلاة والسلام قد تنبأ بها بوحي الله سبحانه وتعالى، وقد حذر قومه منها بأمر المولى سبحانه وتعالى. نجد تحذير المسيح عليه الصلاة والسلام لقومه في زمانه وفي حياته من أن يتبعوا خطوات قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الله سبحانه وتعالى يسجل لنا هذه الحادثة في سورة المائدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. فإذا المسيح عليه السلام تنبأ وحذر قومه من أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله سبحانه وتعالى، ومن أن يجعلوه مدبر السماوات والأرض، فحذرهم بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عد المسيح عليه الصلاة والسلام اتخاذه إلها بجانب المولى سبحانه وتعالى، عده نوعا من الشرك، ولذا من ارتكب مثل هذا المعتقد فإنه مشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره في الألوهية، أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره في تدبير السماوات والأرض، أشرك مع المولى سبحانه وتعالى غيره في صفاته الإلهية الواجبة كعلمه بالمغيبات، وهذه صفات لا تكون إلا للمولى سبحانه وتعالى. ولذا جاء الوعيد الشديد على من ارتكب مثل هذه الشركيات، وهذه القضية جعلها المسيح قضية لا مجاملة فيها حينما قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن مثل هذا المعتقد هو معتقد خطير، وكما يقال في المثل إن المسيح عليه السلام بريء منه، براءة من اتخذوه وأمه إلهين من دون المولى سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فإذا مثل هذا المعتقد لم يدعو إليه المسيح، وإنما دعا المسيح فحسب إلى توحيد المولى سبحانه وتعالى. وما هذا الأمر كما قلت إلا أمر طارئ وحادث بعد عهد
المسيح عليه السلام وبعد رفع المسيح عليه السلام، إذ قال الله إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك. في هذا المعتقد، معتقد التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فإذا مثل هذا المعتقد ما هو إلا معتقد حادث وطارئ، ولم يكن مشهورا ومعروفا زمان المسيح، بل لم يكن موجودا زمان المسيح، وإنما اخترعه بعض من زعم اتباع المسيح عليه الصلاة والسلام، وتبناه بعض من انتسب إلى دين المسيح عليه الصلاة والسلام، ثم لم يجعل لعدة قرون دينا رسميا إلا في عهد قسطنطين عاهل الروم، إمبراطور الروم. كنت كثيرا ما أسمع سماحة الشيخ حفظه الله تعالى يذكر لنا وصية رشيد الخوري، الشاعر القروي رشيد الخوري، ولم أكن أدرك أبعاد تلك الوصية التي يسردها كثير في كثير من الأحيان سماحته حفظه الله تعالى، والآن أدركت معنى وأبعاد كثير من تلك المفردات والمفاهيم والمصطلحات التي وردت في وصية الشاعر القروي رشيد الخوري، وهو شاعر لبناني نصراني من شعراء المهجر. وأحب أن ألفت الانتباه إلى أن الأولى أن نذكر المصطلح الذي ذكره القرآن عندما نذكر هؤلاء القوم، وهم النصارى، بدل أن نقول أنهم المسيحيون، لأمرين اثنين: أولهما أنه هو المصطلح القرآني الذي استخدمه القرآن الكريم، ولم يستعمل القرآن الكريم مصطلح المسيحيين ومصطلح المسيحية، وإنما هذه التسميات هي تسميات طارئة بعد ذلك.